السلام عليكم طلاب، راح نشرح chapter 4 من مادة الصوت consonant sequence، تناغم أو التسلسل الأصوات الساكنة. تسلسل الأصوات الساكنة، إحنا عندنا أصوات صحيحة وأصوات علة اللي أخذناهن بchapter 1. إحنا نعرف إن عدد الأصوات الصحيحة 24 صوت والأصوات العلة 20 صوت. هنا شنو هنا هذا الموضوع إيش يشرح؟ انه هنا دا يقول انه اكو المجموعه الساكنه اللي هي كونسنت سيكونس. المجموعه الساكنه هي مزيج من اثنين او اكثر من حرف ساكن اللي هي الاحرف الصحيحه الساكنه. راح اكو كلمات تحتوي فقط على حروف ساكنه، لا تحتوي على حروف عله ابدا، ما يتضمن بينها ودائما تكون متتاليه، يعني حرف صحيح ورا حرف صحيح. طب For example in the word street. Street شوف S T لا يتبع S T أحرف ساكنة متبعة بعضها، S تابعها جاي وراها T حرف صحيح ساكن، فهذه تعتبر من ال consonant sequence أو الكلاستر. الكلاستر أو السيكونس نفس الشيء، ماكو فرق، فهذه تعتبر من السيكونس والكلاستر أحرف الساكنة. فستريت إذا تنتبهون عليها S T لا يوجد بينهما حرف علة، ما نفرق بينهم حرف علة. طبعا مو بكل الكلمات بالانجليزي نقول عليهن consonant sequence، لا، الconsonant sequence كان بي انيشال والفاينل، اما تأتي في بداية الكلمة الاحرف او تأتي في النهاية، فعندنا انيشال وعندنا فاينل. هسه بالبداية حندرس الانيشال وشلون راح نعرف عليها. عندنا انيشال سيكونس، this sequence is called initial because it occurs at the beginning of the word، فيسمى بالتسلسل الاول. ليش يسمى بالتسلسل الاول؟ لأنه يحدث في بداية الكلمة، ويمكن أن يكون من اثنين حرفين متتاليين، من أحرف ساكنين متتاليين أو ثري. تمام، أول شيء حناخذ الفرع أي من الانشل سيكونس، من يكون فيه اثنين أحرف ساكنة متتالية تو. مش وقت هاي هنا لازم احنا نحفظهن الاحرف اللي راح تتبع حرف السي. اذا هذه الاحرف شفناها في اي كلمة تتبع حرف السي، مثل كلمة speak، الاس يا حرف يتبعها بي، البي من يضمن من ضمن هذه الاحرف اللي معددها بالانشل سيكونس، لازم تحفظوها. فاذا هذا شنو؟ هذا الانشل سيكونس اللي تابع أحرف ساكنين، أحرف اثنين ساكنين من النوع الأول، مو من النوع الثاني اللي بيه ثلاث أحرف ساكنة. فإذا شفنا كلمة بها حرف S بدايتها حرف S، أي كلمة بدايتها حرف S ومتبوعة بأحد هذه الأحرف بالB أو الT أو الK أو الF أو الM أو الN أو الـ L W J، فإذا هذه الكلمة تعتبر من الـ initial sequence of two consonants. مثلا إذا لاحظ كلمة speak، تلاحظون أمامكم كلمة speak S بداية الكلمة تابعها يا حرف الـ B، وإذا تلاحظون كلمة stay يا حرف تابعها ورا الـ S حرف الـ T. مثلا هسه لو تلاحظون هذه أمامكم أمثلة عن الـ S، مثلا كلمة spy، spy معناتها جاسوس، S B S P، فأي الـ S شو تبعها؟ تبعها حرف الـ P، فتعتبر من الـ initial sequence. الـ two الحرفين الساكنين اللي تابعتها two حرفين S والـ P. سكاي، سكاي هنا S K حرف والكي تابعها سكاي، فالاس جاء في البداية وتابعها بحرف الكي، فالانشل سيكونس تو كونسوننت. سفير، سفير هنا S P S P، فهذا النوع الأول من الانشل
سيكونس اللي هو نوع اللي حرفين ويتبعهن الأحرف أحد الأحرف. الأس راح يتبعها أحد هذه الأحرف اللي معددها، فهذا النوع الأول من الانشل سيكونس. إحنا مو أخذنا نوعين من الانشل، قلنا إذا جتي بالبداية بها نوعين، أما تكون ثلاثة أو اثنين. الاثنين شرحنا أول شيء الأس. هسه النوع الثاني من الحرفين، إذا جتي بداية الكلمة النوع الثاني من الحرفين، هنا دا يقول معدد هذني بين الأقواس البي والتي والكي والبي والدي والجي والإف والثاء والفاء والأم والأن والأتش. إيش قايل؟ قال هذني الأحرف اللي معدتها أمامكم بين الأقواسين راح تتبع في بداية الكلمة أحد هذه الأحرف، الإل والآر والدبليو والجي. فأني إذا جتني كلمة وتابعها ذني في بداية الكلمة أحد الأحرف، مثلا كلمة بلاي، بلاي من الأحرف الأولى اللي معددهن، أول أحرف هذه الأولى الأمامكم من البي والتي والكي إلى آخره، تابعها أحد الأحرف من هذني الأربعة يا حرف تابع الإل، فهذه تعتبر من مجموعة الانشل سيكوينز اللي فيها البداية من الحرفين الصحيحين لا يوجد بينهما حرف علة. تمام، هذا النوع الثاني من الحرفين من الانشل سيكوينز، فلازم تنتبهون وتحفظونهن وبعدين تشوفون أحد الأحرف الأربعة تابعتها لو لا، فبوقتها إذا تابعتها فرح نعرفها من الانشل سيكوينز النوع الثاني اللي هن حرفين، لأن الحرفين بهن نوعين، مرة الأس تتبعها ومرة هذني الأحرف يتبعها أحد الأحرف الأربعة. For example try أمامكم هذه كلمة try، T من الأحرف الأولى المجموعة اللي معددها بالقوس، الR من الأحرف المجموعة من الأحرف الأربعة اللي معددهن بالقوس الثاني، فهذه تعتبر من الانشل سيكونس. التو كونسوننت، هو هواي اكو امثلة بالكتاب تقدرون تطلعون عليها، هواي كلش هواية، بس اهم شي لازم تعرفون انه تابعته احد الاحرف الاربعة، لازم تحفظون الاحرف الاربعة، مهم جدا، لان حرف يتبع حرف لا يوجد بينهما حرف علة. اما بالنسبة النوع بي، اي اخذناه بنوعين بالاس وبمعددنا مجموعتين تتبعهن احد احرف الاربعة، يجي عن النوع الثاني اللي هو البي، الفرع بي من الانشل سيكونس اللي يتبعهن هالمرة ثلاث احرف صحيحة متتالية، حرف بصف حرف صحيح لا يوجد بينهما حرف علة. بهذا النوع شلون راح نعرفهن الثري ثلاث احرف وتكون بالبداية؟ من تجي بالبداية منطيكم مقاطع، هذني المقاطع الكلمات ثلاث أحرف منطيك، مثلا S B R منطيك يا، إذا شفت بالجملة بالكلمة بالكلمة ينطيك كلمة، إذا شفت هذه الكلمة بها ثلاث أحرف من هذني الأحرف والثلاثة المنطيكم يام أمامكم ومعددكم كلمات أمامكم S B R S T R S K R، إذا شفتن بأحد الكلمات أكو هواي كلمات تبدي بها، مثلا كلمة ال S T R يا كلمة بالبداية بها S T R هذه الأحرف المتتالية الصحيحة، فإذا هذه كلمة انشل سيكونس من المجموعة الانشل سيكونس، فلازم تحفظهن هذني هم. فإذا تلاحظ كلمة ستراي S T R من المقاطع الموجودة اللي معددهن، فإذا هذه انشل سيكونس 3. مثلا كلمة سبراي S B R من المقاطع اللي معددين اللي أمامكم في انشل سيكونس اللي هذه ثلاث أحرف تعتبر من مجموعة B من الانشل سيكونس، إن هن ثلاث أحرف ساكنة لا يوجد بينهما حرف علة متتاليات. طبعا موجودات هواي أمثلة بالكتاب وهواي تقدرون تطلعون عليهن وتعرفون، بس أهم شي
لازم تحفظون الأحرف اللي معددهن وكل كل أحرف لأي مجموعة. أكو مجموعة عندنا A مجموعة B، مجموعة A حرفين ساكنين جنبي البداية، ومجموعة B 3 أحرف من الانشا سيكونس.